السلام عليكم شباب، يلا كده مع بعض تصحيح الواجب بتاع الحصة اللي فاتت. تمام، طبعا الحصة رقم 16 دي من الحاجات اللي لازم يبقى ملخص كده قدامك، وركز بقى معايا كده، ربنا يبارك لك. انا عارف الواجب لا تقيل، الواجب فيه شغل. تمام، تعال نبتدي كده مع بعض. صفحة 57، الجملة الاولى انا همشي معاك حتة حتة، ربنا يبارك لك، ركز عشان اللي جاي تبقى شغال صح عليه. فير فليج، النقط في لوجت سويج، طبعا في لوجت سويج يعني طيارة، يبقى احنا مسافرين بالطيارة، يبقى الإجابة بتاعتي مستحيل ناخ، مستحيل باي، يبقى الإجابة ميت أو ميت. تمام، طيب احنا مسافرين بالطيارة إلى أسوان، وأسوان بلد ملهاش أداة، يبقى الإجابة ميت وناخ. طيب نقط أبايت الداين فاتر، بابا شغال فين، يبقى هقول فو، أين، يبقى الإجابة بتاعتي آخر واحدة. تمام، بدون أي نقاش، جملة ما فيهاش أي حاجة، وحرف الجر اللي بيجي مع كلمة مع الشركات هو باي، يبقى انا ماشي صح، باكد على نفسي. طيب انتشولدجونج، معذره، ايش بين نيشت، دي جمله محفوظه، انا مش من هنا، يبقى الاجابه فون. طب عندي فون وفون، يبقى الاثنين التانيين ما ينفعوش، ما ينفعش اقول اوس يا جماعه، هي اسمها كده، انا مش من هنا. في كومي ايش، كيف اصل، كيف اصل للبانهوف، طيب بانهوف اداته دير، ماشي. طيب الاجابات عندي هنا خلاص، احنا قلنا فون وفون. طيب هنا حرف جر سو بيعمل ايه؟ قال لي بيعمل دطيف. طيب ده في الدطيف تبقى ديم، يبقى الاجابه فون وتسوم. طيب ماين ارم ايست جبروخن، دراعي اتكسر. ايش هاب اينن ترمين، والنبي يا جماعه الناس ربنا يبارك لك، الناس اللي حافظه حاجه وفاكره انها اسطمبه، الناس اول ما بشوف كلمه ارتس بقول تسوم ارتست. لا يا حبيبي، الجمله بتقول ايش هاب اينن ترمين، انا عندي ميعاد. انت من غير ترجمه زي ما بقول لك طول عمري، من غير ترجمه انت لا تساوي شيء. يبقى الجمله بتقول دراعي مكسور، ايش هاب هايت اينن ترمين، انا عندي ميعاد الطبيب، يبقى عند الطبيب، يبقى الاجابه تسوم غلط، الاجابه ايم غلط، يبقى الاجابه يا بايم يا بايم. كويس كده، لغايه كده تمام. ام 18 اور، الساعه كذا، جه ايش، اذهب للارتس براكسس، اذهب الى. طب براكسس اداته ايه؟ قال لي اداته دي. طيب الاختيارات عندي يا تسوم يا تسوى، طيب هي اصلا حرف جر تسوم بيعمل دطيف، ودي في الدطيف تبقى ديه، يبقى الاجابه بايم وتسوم، ربنا يبارك لك، ركز. الجمله اللي بعدها، ها فرانك رايش بلد ليها اداء، قال لي لا ملهاش اداء، يبقى عندك ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات، يا ناخ يا اوس يا فون، سوري يا ناخ يا اوس يا اين. الجمله بتقول ماين فوين بيتا كومت، صاحبي بيتر جاي، فروم جاي من. تمام، يبقى صاحبي جاي من، يبقى الاجابه يا اوس يا اوس، ما تنفعش ما تنفعش. هتقول لي ممكن اقول ياتي الى، هقول لك لا كمل الترجمه للاخر، يبقى صاحبي بيتر جاي من. ام نيكست زومر، في الصيف التالي، الصيف اللي جاي، هو جاي ايه سويسرا، وهيقعد عندنا او هيقعد هنا اسبوع، يبقى جاي الى سويسرا. طب سويسرا ليها اداه؟ قال لي اداتها دي. كمل جميلك بقى، طب اين هنا بمعنى الى ولا بمعنى في؟ قال لي اين هنا بمعنى الى، يبقى تعمل اكوزاتيف، يبقى الاجابه بتاعتي اوس واندي، يبقى صاحبي جاي من فرنسا. تمام، والصيف الجاي هو ياتي الى سويسرا. طيب في جيست دوت سور بانك، رايح البنك ازاي؟ طيب ميت بيعمل ايه؟ قال ميت بيعمل دطيف. طب اوبان اداته دي، طيب دي في الدطيف تبقى دي، يبقى جبت يا ايه يا بي، يبقى جبتي دول ما ينفعونيش. قال له ابا مانش مال نيمن، يا خبر ابيض بقى على الجمله دي. هنا من اهم ما يكون، نيمن يعني ياخذ. تمام، انا كده خلاص اجابتي يا ايه يا بي. ينفع اقول لكن ساعات باخذ بالتاكسي مع نيمن وفي وسيله مواصلات، مستحيل تحط حرف جر، مع نيمن وفي وسيله مواصلات، ما فيش حاجه اسمها اخذ بالتاكسي، المفروض اقول انا هاخد تاكسي. يبقى هنا ميت غلط، لان ما ينفعش نيمن ويجي معاها ميت، ما اقول فاغن. تمام، يبقى الاجابه بتاعتها هتبقى ميت، سوري هتبقى دي واين، ماشي. طب ليه اين؟ ليه مش لطيف؟ قال ان ما بقاش في حرف جر، ونيمن هنا بيعمل اكوزاتيف. تمام، هنشوفها تاني الجمله دي. ها فير فارتن اوف عمر، فارتن اوف يعني منتظرين، احنا منتظرين عمر ايه البوخ لادن. تمام، بوخ لادن يعني اللي هو المكان بتاع بيع الكتب. اون دان جيهن فير نقط كاوف هاوس، ثم هنذهب الى كاوف هاوس، بوخ لادن اداته ده وكاوف هاوس اداته بس. تمام، الجمله بتقول هنستناه ان ولا انتر تحت ولا يوبر اعلى ولا فور، طبعا هي فور، مش محتاج اصلا اكمل، هنستناه قدام المكتبه، مفيش إجابة تانية تنفع. اللي بعدها نقط كومن فير سور بوست، راح قايل له نقط بس، يبقى عايز أقول له رحت إزاي.
طيب ما تيجي نحل الناحيه الثانيه، الاجابه الناحيه الثانيه بالبص يبقى ميت ميت، يبقى دول غلط ودي غلط، يبقى الاجابه ميت وميت. طيب اسال على ميت بمعنى مع ولا بواسطه؟ قال بواسطه، يبقى كيف؟ يبقى في وميت، مش ميت فيم سيادتك، مش مع مين. تمام، مش هتقولي مع مين، تقولي بالاوتوبيس. ها اللي بعدها 45، جبت اس هير اينن انشلوس، هل يوجد توصيله الى مدينه كولن او في مدينه كولن؟ يبقى انا عندي اجابات كتير. قال لي طب كلمه جلايس اصلا بيجي معاها حرف جر مين؟ الناس اللي حافظه التعبيرات اوف، يبقى الاجابه بتاعتي اجباري هي دي، اوف جلايس زيبن. طيب كوفس دو ديز سبوت، سخيفه سخيفه سخيفه. بيكاغاي اداتها دي، بيكاغاي اداتها دي، ماشي. ممكن احل بالجزء الثاني؟ قال لي اه ممكن احل بالجزء الثاني. يعني ايه فعل جيهن؟ خليك ذكي، لما تحس ان الجزء الاولاني ده سخيف ممكن تحل بالجزء الثاني، يمكن يخففها لك شويه. انا بروح دائما الى البيكاغاي، طب بيكاغاي اداته دي اللي هو الخباز، يعني اللي هو المخبز نفسه، تمام. يبقى انا بروح دائما الى المخبز. طيب حرف الجر اللي بيجي بمعنى الى؟ قال لي ممكن تسو وممكن ان، قلت لك تحل مرتين، لو قلت ان هتاخد اكوزاتيف تبقى ان دي، لو قلت تسو هتاخد ضطيف تبقى تسور. يبقى انا لو رايح البيكاغاي يا ان دي يا تسور، يبقى هنا اجابتي الاولى او الثالثه، يبقى كده دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، تمام. لا سوري، ده ايه ده؟ ده ايه الفقر ده؟ ده انت فقر. يبقى الاجابه ان دي وتسور، تمام، دي اللي ما تنفعش، ان دي وان دي، ده انا كده بقى عندي ثلاثه، تمام. طيب تعالى برضو ناخد خلاص، يبقى انا كده عندي احتمالات ثلاثه شلت بي. طيب نيجي للجزء الاولاني، اولا ام ما ينفعش، ليه؟ لان هنا اصلا اداتها دي، ودي المفروض تبقى دير في الضطيف، يبقى دي كمان ما تنفعش، ماشي. اتبقى لي مين ومين؟ اتبقى لي الاثنين دول. كوفس دو ديز سبوت، الالمان بقى فيهم حته مهمه قوي لازم تبقى عارفها. لما اقول لك انا بشتري يقولوا انا بشتري فيه مش بشتري من، تمام. اقول لك هم بيبقى قصدهم ايه؟ انا بتسوق فيه مش بتسوق من. ومبدئيا برضه عشان بس ما تروحش الاوس، اوس اصلا بتدل على الجنسيه، ما ينفعش اقول انا بشتري من البيكاغاي واقول اوس اصلا، لان اوس بتيجي مع البلاد تدل على الجنسيه. يبقى الاجابه بتاعتي ان دير، يبقى انا تسوقت العيش. هو بيقول له بتشتري عيد العيش بتاعك في مخبز كذا في فرن كذا؟ قال له لا انا دايما بروح للفرن الفلاني، تمام. جمله عاليه بالترجمه وغلسه جدا، يبقى عايزك تطلع ان فعل كوفن اما اقول انا بشتري بقول انا بشتري فيه، تمام، مش بشتري من. هي من مش غلط بس المفروض تبقى فون، المفروض تبقى فون مش اوس. طيب نقط بيست دو جيستن جيفيزن، ارجع لتانية ثانوي. جيفيزن يعني كنت، يا عم مش محتاجها. ام يعني في، في المكتب، يبقى فو، اين كنت؟ يبقى الاجابه فو، ما ينفعش غير يا ايه يا دي، يبقى الاجابه يا دي يا دي. طب شتات ميت اداتها ايه؟ قال لي اداتها دي. يبقى اين كنت امبارح؟ قال انا كنت في المكتب. ثم جيجانجن، تانية ثانوي. ثم ذهبت، يبقى ذهبت الى، يبقى ان بمعنى الى فيعمل اكوزاتيف، يبقى الاجابه بتاعتي ان دي، فو وان دي. يا خبر ابيض. فو زين دي ماين بيشر، كلمه بيشر يعني كتب. الكتب بتاعتي فين يا ماما؟ موتي، ده الدلع بتاع كلمه موتا، بدلعها يعني، تمام، ما يصل بيني وبينكم يعني. ها راحت قايله له يا بابا الانجليش بوخ، كتاب الانجليزي بتاعك ايش غايبتيش؟ غايبتيش يعني مكتب، كتاب الانجليزي بتاعك على المكتب، يبقى اوف على المكتب، يبقى اوف، مستحيل دي، مستحيل دي، تمام. ابر داس، لكن الدويتش بوخ، كتاب الالماني، بيش الرجال، في رف الكتب. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى اوف وام، اهي في رف الكتب، ما ينفعش ام، ماشي. يبقى الكتاب على المكتب والكتاب الثاني في الرف، مهم قوي، بيش الرجال يعني رف كتب، بيجي معاه حرف جر ان، تمام، وهو اداته دس اتحول لدين فبقى الاختصار ام. طيب في جيس دو بوست، اداته دي، كيف تذهب الى البوست؟ طيب راح قايل له على رجلي، طب ما على رجلي دي لازم تبقى تسو، يبقى اجابتي ولا دي ولا دي، يبقى اجابتي يا تسور يا تسوم، بوست اداته دي، يبقى مستحيل تسوم، تبقى الاجابه تسور. اللي بعدها 50، داس بوخ اس نيبن، ها نيبن بيعمل ضطيف، موبايل اداته داس، وداس في الضطيف تبقى ديم، جمله ظريفه. اللي بعدها ايش هاب ماين فراو كينن جيلاند، يعني تعرفت عليها، يبقى انا تعرفت على مراتي في، يبقى ان بمعنى في، يعمل ضطيف، دويتش كورز اداته دير، يبقى الاجابه ام. فو ايس داس فلوجت سويج، الطياره فين؟ الطياره اعلى البحر،
يبقى الإجابة بتاعتي أوبر أعلى. فارست، هل كنت، هل كنت السينما، هل بلاش النبي يا جماعة الناس اللي حافظة إنس كينو دي على طول، والله في إنس كينو يعني إلى السينما وفي إم كينو يعني في السينما، يبقى هل كنت في السينما يبقى ما ينفعش إنس بمعنى إلى، ما ينفعش إنس، يبقى يا إيم يا إيم. قال له لا أبر هويت، بس النهاردة أنا ذاهب إلى السينما، يبقى الإجابة إنس في الجملة الثانية، يبقى إم كينو وإنس كينو، كنت في السينما، لا رايح السينما النهاردة. طيب كلمة كلاس قالتها دي إن هنا بمعنى إلى ولا بمعنى في؟ قال لي زيتس يعني يجلس، يبقى في الفصل، منى قاعدة إيه مها، يبقى في الفصل، يبقى إن بمعنى في فتعمل ضطيف، يبقى الإجابة الأخيرة غصب عني، يبقى قاعدة خلف. تمام؟ مش هقدر أحل بالتانية لأن ممكن أقول جنب وممكن أقول فور، هي الجملة الأولى هي اللي تحل. الجزء اللي بعديه كلمة كورب دي من تانية ثانوي لو حد فاكرها يا جماعة، خدناها في المراجعات، أداتها دير اللي هو الباسكت. تمام؟ يبقى إيه زوخ في حرف جر؟ قال لي لا، ارجع سبجكت وأوبجكت. أيوة كده، أنا بدور على الكوب، كوب أداته ديع، ودير في الأكوزاتيف تبقى دين، يبقى الإجابة غلط. صح صح غلط، ماشي. يبقى أنا بدور على الكورب، إيه الترابيزة؟ تحت الترابيزة ولا أعلى؟ قلنا يبر يعني أعلى غير ملامس، يبقى أنا بدور عليها تحت الترابيزة. نيمس دو مترو، أيوة نوقف عند الجملة تاني، مترو أداته دي وأوبان أداته دي. نيمن ما يجيش معاه حرف جر مع وسائل المواصلات احفظها، نيمن ما ينفعش اقول تاخذ بي، اقول تاخذ المترو. طيب مترو اداته دي وما فيش حرف جر يبقى مش هتحل ضطيف، دي تفضل دي وما ينفعش احط حرف جر اهو مع نيمن، ودي في الاكوزاتيف والنوميناتيف زي بعض، هي اكوزاتيف اصلا، يبقى الاجابه دي وديع. الناحيه الثانيه اوبان اداته دي ومي تحوله لضطيف بقى ديع. Es ist schon 2 Uhr. الساعة بقت 2، عالية قوي 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 الجملة دي. الساعة بقت 2. Vielleicht fährt nur Bus. مبدئيا كلمة بوس أداته داع. الجملة دي عالية قوي يا شباب، وعايزة واحد دماغه نظيفة قوي. طيب الناحية التانية قال له تسوفوس عشان نبقى خلصانين، يبقى إيه؟ عشان نقلل إجاباتنا، يبقى الإجابة كده أنا بفكر في مين؟ دي ودي. تمام؟ طيب الجملة الأولى في حرف جر؟ قال لي لا مفيش حرف جر، يبقى هشتغل نوميناتيف وإيه؟ وأكوزاتيف، نوميناتيف وأكوزاتيف. الجملة بتقول الساعة بقت 2، ربما لا ينطلق، مش احنا خدنا فعل فاغم بمعنى يتحرك، ربما لا يتحرك أتوبيس تاني، يعني مفيش أتوبيسات تانية هتتحرك، الساعة بقت 2 بالليل. تمام؟ أنا هروح على رجلي، ده معنى الجملة. يبقى الساعة بقت 2 بالليل، غالبا كده مفيش أتوبيسات تانية هتتحرك. هنا بقى نقف. الأتوبيس كده سبجكت ولا أوبجكت؟ هي دي بقى اللعب اللي انا كنت بقول لكم عليه من اول السنه. الجمله هنا محتاجه ترجمه ومحتاجه فهم. ربما لا ينطلق اتوبيس، يبقى مفيش اتوبيس هينطلق، يبقى الاتوبيس هو السبجكت، مفيش اوبجكت في الجمله الاولى. الاتوبيس سبجكت، يبقى الاجابه نوميناتيف، يبقى الاجابه كاين وتسو مش كاينن، الاتوبيس مش اكوزاتيف. اقول ايش نيم اهي يا شباب، اقول انا هاخد الاتوبيس، يبقى اقول ايش نيم نقط بوس، كده الاتوبيس سبجكت، يبقى ديا بوس تتحول تبقى دين. طيب لو قلت نقط بوس، عايزك تكتب الجملة دي والنبي ربنا يبارك لك، فيت. تمام؟ أم دغاي أور. ها؟ معنى الجملة إيه في الثانية؟ الأولانية أنا هاخد الباص، يبقى الباص أوبجكت. طب الجملة الثانية الباص هينطلق الساعة 3، يبقى الباص هو السبجكت، يبقى أداته ديا يفضل ديا. هنا كان قصده كده في الجملة، مفيش أتوبيس هينطلق. آخر جملة برضو كانت فيها فكرة. Was hast du denn gemacht؟ عملت ايه؟ او عملت ايه؟ قال له dein Fuß sieht schlimm aus، رجلك يا ابني شكلها بحاله سيء. قال له ich hatte einen Unfall، عايزك تحفظ الكلمه دي، Unfall يعني حادثه. راح قال له طيب warst du، هل كنت عند الطبيب؟ يبقى الاجابه باين باين، ما ينفعش دي ولا دي. راح قال له nein du musst aber dringend zum Arzt، يبقى هو بيقول له كنت عند الطبيب؟ قال له لا بس انا رايح للطبيب، يبقى الاجابه بايم وتسوم. هتقولي طب ليه مش دي؟ ما هي ان بمعنى ايه لو واخده اكوزاتيف اهي وزي الفل. قال لي لان الطبيب شخص وان ما تجيش مع اشخاص، يبقى الاجابه بايم وتسوم. تمام؟ طبعا ده ليفل عالي قوي ولازم نفضل شغالين عليه فتره طويله. كان عندنا صفحه 60 و61 دول من كتاب المدرسه برضو، نقولهم مع بعض كده يا شباب. أول جملة إيه التركة اللي فيها؟ إن كلمة فيرتر بيشرن دي جمع، اللي جمع كلمة فيرتر بوخ يعني قاموس، قواميس يعني ديكشنري يعني. تمام؟
ونيبن بيعمل دطيف ودي الجامعة في الدطيف تبقى دين. جوان دي كتاب المدرسة. فو إيست ماين تاشر شنطتي فين؟ قال له نيبن ها تيش أداته داع ونيبن بيعمل دطيف تبقى الإجابة دين. طيب هات داع تسوج أو فلوج تسوج هل الطائرة بها إيه؟ قال له آه 10 دقايق. هل الطائرة بها مطار؟ كشك؟ مطعم؟ فريش بيتونج؟ الناس اللي حافظة كلمات تأخير. ماين كين زيت فور فور بيعمل دطيف فرنزها أداته داع اللي هو التلفزيون وداع في الدطيف تبقى دين مباشر. فور بيعمل دطيف سوفا أداتها داس وداس في الدطيف تبقى ديم مباشر. فان وفي الآخر أب عندك احتمالين يا أب فارن يا أب فليجن بس فلوجة سوي يعني طيارة والطيارة أب فليجن مش أب فارن أب فارن مواصلات برية يبقى الإجابة فليت. الأوتوبيس أم ألف أور أب الأوتوبيس هيبقى فيرت أب فارن. برونو أبايتت برونو أبايتت بيشتغل من الساعة كذا للساعة كذا إيه هوتيل في الفندق فندق أداته داس وإن بمعنى في تعمل دطيف تبقى الإجابة إيم. جسترن فار إيش إمبارح أنا كنت مع إلين إيه السينما إمبارح كنت مع إلين في السينما يبقى إن بمعنى في يبقى دطيف يبقى الإجابة إيم. بلاش يا جماعة والنبي الناس اللي حافظة إن سكينو على طول إن سكينو يعني إلى السينما. 10 هولس دو ها فلوج هافن أب آه حرف الجر بيجي مع فلوج هافن دي محفوظة يبقى أم فلوج هافن تمام ام فلوج هافن في الحالات الخاصه السيرك اللي انا حطيتها لك. طيب ريستورا اداته داس ماشي مطعم يبقى في مطعم كي اف سي كان زي جوت اسن الواحد يقدر ياكل اكل كويس في مطعم يبقى دطيف يبقى ايه بمعنى في دطيف. في لانج القطر به تاخير قد ايه راح قايل له 15 دقيقه ايوه الناس اللي حافظه المصطلحات حوالي. هالو هيروث تمام زي زيهن طول أوس يبدو عليك ان انت حلو يعني شكلك رائع يعني تمام. فاغن زي حضرتك كنت نقط فريزور فريزور اللي هو الكوافير بتاع الرجاله اداته داع هل حضرتك كنت عند الكوافير فشكلك شكلك حلو يعني لسه حالق بقى والكلام ده كله. اللي بعدها محفوظه او فيلشن جلايس على اي رصيف. الكيوسك الكشك استهير اي اك قلنا طالما في دي يبقى اقول ام دي اك لو قال لي داع يبقى اندر اك ده الفرق ما بين الاثنين. اللي بعدها 16 دات سوق كومت ياتست القطر جاي دلوقتي ايه طنطا ناخ الكسندريا جاي من طنطا الى اسكندريه عشان فون وناخ من الى. اللي بعدها نقط نيمس دو دي ميديتسين بتاخد الدواء قد ايه قال له تجلس يوميا يبقى السؤال بتاخد الدواء قد ايه في اوفت قلنا الاسبوع اللي فات. ده تسوق فيرت نيش ديركت القطر مش رايح دايركت لمدينه بوخم. دو موست انت لازم في مدينه ماينز طالما القطر مش رايح دايركت يبقى انت لازم تعمل ايه ايوه لازم تعمل اومش تايجن لازم تبدل. اللي بعدها اشموس ياتست فوم بوس قلت لك الاسبوع اللي فات فوم يعني من الاوتوبيس يبقى انا لازم من الاوتوبيس يبقى انزل يبقى اوسشتايجن. طب لو قال لي الى الاوتوبيس يبقى اينشتايجن ارجع للصفحه اللي احنا قريناها. اشموش تاسن انا عايز اكل جبت اس هير اينن بدور على مكان اكل فيه ده ما ينفعش ما ينفعش كل دي ترجمه شلتر شباك تذاكر بارك بلاتس الجراج بانهوف محطه قطار اه كلمه ام بيس مكان بيقدم وجبات سريعه. إيش كوم هاي تتسوق أنا راجع النهاردة كانس دو ميش ميش يعني مي تقدر تيجي تجيبني من المطار كلها أفعال بتاعت الأسبوع اللي فات يبقى الإجابة أب هولن تعالى جيبني من المطار هتقدر حط علامة استفهام بدل الدوت. ها إيش بين أم إيه أنا موجود فين وبقول له بيت حلوة الجملة دي قوي بقول له بيت إيش مش تأين فار كارت ها أنت فين عشان تجيب تذكرة تشتري تذكرة طبعا دي لأ ودي لا هيبقى لك مكان التذاكر وشباك التذاكر تمام هتبقى الاجابه شالتر. طب ليه مش فاكارت اوتومات لان مش هتقف على شباك على مكنه التذاكر تقول لها والنبي ما هي بيتي انا من فضلك فانت مش هتقف والنبي طلع لي تذكره تمام يبقى الاجابه انت واقف على شباك التذاكر وتقول له من فضلك انا عايز تذكره. اللي بعدها نقط ايست داينا ابايت فون هير راح قايله حوالي 300 متر حوالي 300 متر يبقى كم تبعد ليا في فايت. اللي بعدها 24 نقط فلوج نومر حلناها الاسبوع اللي فات قلت لك ليها درس لوحده فيلش فلوج نومر. دات سوك فيرت اوف القطار ينطلق ايه ناخ اوف ايه زيبن ناخ اسوان القطر بيبقى واقف فين قلنا على الجلايس تمام.
عمر فيرت 100 ديا، يبقى انا عايز وسيله مواصلات من دول اداتها ايه عشان اتحولت لديا. 100 بيعمل لطيف، يعني انا عايز وسيله مواصلات اداتها دي، فمفيش غير اوبان هي اللي اداتها دي وتحولت لدير بسبب 100. ايش هاب اشتارك شمارتسن، عندي الام شديده. ايش جلاوب، انا اعتقد انا لازم الطبيب، اذهب الى الطبيب. بعد كده فو جيبت اس هير نقط ان درنيها فون، دي حاله خاصه ما بنتناقش فيها. جيهن فير ياتست الى المنزل، يبقى نا هاوس لان سو هاوس يعني في المنزل. قال له ناين فير جيهن نوخ اين بيشن اي يوتا، يوتا ده اسم واحده، يبقى بيقول له جيهن فير ياتست هنروح البيت. قال له لا احنا دلوقتي هنروح شويه كده الى اشخاص بيجي معها تسوب، معنى الى. قال له لا احنا هنروح ليوتا، هي دعيانه يبقى تسوب. اخر جمله كومس دو ميت، ميت بيعمل، هو هنا سوري ميت ده النص الثاني بتاع كومن. تيجي معايا نقط برلين، يبقى ناخ برلين. راح يقول له ناين كاين لوست، ماليش مزاج. ايش فار، انا كنت بالفعل في برلين قبل كده، يبقى الاجابه ان. يبقى تيجي معايا الى برلين، قال له لا يا عم ماليش نفس، انا كنت هناك قبل كده، يبقى الاجابه ان. ده كده لغايه 30. زي ما انت شايف درس 11 لسه محتاج شغل، لسه عارف والله معلش هنتعب شويتين كده لغايه ما الدنيا كلها باذن الله هتتظبط وتبقى زي الفل. ننصح امتحان الشهر اللي كان موجود الفتره اللي فاتت والناس امتحنته ودخلت الحصه الجديده، تمام الحمد لله الدرجات انا شايف انها ممتازه، الناس معظمها عليت ومحدش يقلق. لو كان مثلا جايب 39 ونزل درجه او درجتين انت كده بتتكلم في الرينج الطبيعي، تمام مفيش مشكله. يعني انت جايب 39 كنت هتروح فين؟ يعني ما انت يا تقفل يا تجيب 39 هتنزل درجه او درجتين، ده شيء طبيعي يعني، تمام. فالناس طبعا انا مبسوط بالناس، الناس اللي كانت اقل مثلا كان في اوائل الثلاثينات لا زاد درجتين وثلاثه واربعه، الناس اللي كانت معلش في العشرينات 25 و26 و27 لا ربنا كرمنا ودخلوا في ال30، وده مؤشر في حد ذاته كويس جدا. مش هو ده الهدف بتاعنا لسه، عايزين اشد كمان، بس انا كده ماشي صح، احنا كده ماشيين بخطوات ممتازه، تمام. يبقى احنا لازم نتفائل، تمام، بان احنا بنتقدم بنتحسن وبنتحسن بخطوات كمان مش وحشه، خطوات كويسه. فاحنا الحمد لله كده ماشيين على الخطى الصح. وخلي بالكم ان الامتحان المره دي بقى امتحان لغه، بقى امتحان كلمات، تمام، بقى كله معتمد ان انت حافظ كلمات كويس، وده اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا خطوه خطوه هندخل لشكل امتحان اللي جه السنه اللي فاتت. يعني ده كده قريب جدا من امتحان السنه اللي فاتت، بس عشان ما تقولش ايه ده ما كان حلو، لا هو على درسين بس، تمام. لكن انت لما تدخل الامتحان اخر السنه على منهج اولى وثانيه وثالثه ثانوي يعني 14 درس بكلماتهم كلهم، لا طبعا ده محتاج مجهود خرافي، تمام. فعشان بس الناس ما تقولش ما كده ما الامتحان حلو اهو، امال الناس كانت مصعباه ليه السنه اللي فاتت؟ لا دول على درسين بس يا جماعه، درس 9 و10 بس، فانت داخل بحبه كلمات مش كتير، لكن لما تبقى داخل بمنهج كله لا طبعا بتفرق، تمام. بس هي خطوه وخطوه حلوه، حلوه قوي كمان. يلا يا شباب الامتحان بتاعنا نبتدي مع بعض. طبعا ده كان اعلان من الاعلانات اللي احنا كنا قريناها مع بعض، وانا تعمدت اجيب الاعلان زي ما هو، يمكن غيرت تغييرات بسيطه قوي. طبعا الاعلان الاولاني كان بيتكلم على اللياقه في الماء، وكان بيتكلم على الساونا، وبيتكلم على الكلام ده كله، تمام، والمواعيد ومش مواعيد. وبعد كده الاعلان الثاني كان بيتكلم على علاج نفسي اللي هو العلاج بالضحك واليوجا والكلام ده كله. فاول سؤال كان بيقول في كان من في دا فرويد، كلمه فرويد يعني سعاده، يعني ازاي الواحد يحصل على سعاده، بكومن يعني يحصل، وفيدر يعني مره اخرى. يبقى من ماخت ليش تغبي، ليش تغبي ده كان موجود في الاعلان الثاني اللي هو العلاج بالضوء، ده الناس اللي عندها اكتئاب الشتاء. ولا من ماخت لاخ يوجا، الواحد يعمل اليوجا بالضحك. ولا من ماخت شبراخ كورس، هيعمل كورس. ولا بوليتيك زيمينار، يعني جلسات سياسيه. طبعا الاجابه هي بي. بعد كده لاخ زيمينار اللي هي الجلسات بتاعت الضحك، فيبا بتاعت الشركه او المعلن اللي اسمه فيبا. بيتت بتقدم، او بتقدم كمان ايه، جروس جروبن، لا هو قال كلاين جروبن. ولا اكوا فيتنس كورس، بتقدم كورس مائي، لا طبعا. ولا نور فقط، هي دي اللعبه، تاجز سيمينار، لا طبعا هو بيقدم يوم يومي واسبوعي. ولا زيمينار فيا فيرمن، ايوه للشركات اهو بيقول اوخ فيا فيرمن كمان للشركات، وهو بيقدم يومي واسبوعي. يبقى كلمه نور كلمه مهمه جدا، هي اللي خلتني ما اخترتش سي واخترت دي. فيو ميا انفورماسيون، لمزيد من المعلومات مع عن اللاخ يوجا اللي هي الاعلان بتاع اللاخ يوجا،
مسمن. هو قال لك التواصل معنا ازاي في اللاخ يوجا. تعال نشوف كده هنا، ده الجزء بتاع اللاخ يوجا اهو. قال لك هنا غوفن زي ان، غوفن زي ان يعني اتصل، اتصل بينا. تمام، يبقى هنا الاتصال عن طريق او المزيد من المعلومات هيبقى اينن انغوف ماخن، ان انت تعمل اتصال. تمام، بعد كده الاقوى فيتنس كورس. تمام، فيندت وشتات، وده فعل جديد يا شباب عايزكم تزودون نفسكم. شتات فيندن معناه يقام، شتات فيندن معناه يقام. يبقى الاقوى فيتنس كورس هتتعمل فين؟ هل هتتعمل طبعا في الشارع ولا في الفيرما في الشركة ولا في سبورت ستوديو في صالة جيم ولا في جفين باد؟ هم اتفقوا ان هم هيتقابلوا في جفين باد. طيب في لانج دوات، مدة الاكبا فيتنس كورس. هنا لازم نرجع المدة بتاعت الحصة بتاعت الاكبا فيتنس كورس قد ايه. هو قال من 18 ل 19 ونص، يعني ساعة ونص. ساعة ونص دي يعني 90 دقيقة. تمام، يبقى الاجابة 90 مينوتن. كويس قوي. الاعلان او سوري اخر واحد بيقول انا تسايج اينس، يعني الاعلان رقم واحد باست تسو، مناسب لمين؟ هل مناسب لديانا؟ زي هات ليرن بروبليم، وعندها مشاكل في التعلم وعندها ستريس. لا، ده الاولين ده كان بيتكلم على اكوا فيتنس كورس وحاجات كده. ولا ساندرا؟ زي هات روكن شمارتسن، عندها الام في الظهر. اوند زي مشت فيت بلايبن، عايزه تحافظ على لياقتها. ولا رالف اير ايست هاند بال شبيلر، لاعب هاند بول. وند هات اين شبيل، عنده مباراه كل دونر ستاج كل يوم خميس، اذا كان اصلا الكورس كل يوم خميس. يبقى الاجابه يا شباب هتبقى تاني واحده هي البنت دي ساندرا. تمام، القطعه الثانيه نقراها سريعا كده مع بعض. ليب ساميه فيا زين دياتس ان ميونشن، احنا موجودين في ميونشن. هي ماخن فيا اورلاوب، هنا احنا بنقضي الاجازه. فيل دويتشن، كثير من الالمان. ماخن جيرن اورلاوب ان زود دويتشلاند، في جنوب المانيا. ليه؟ هير از داس فيتا زوبا، الجو هنا رائع في جنوب المانيا. دي زونا شاينت، الشمس ساطعه اوفت عاده. تمام، اوند اس ايست فارم، والجو دافي. فير هابن مانشمال فير اونز فانزش جيرات، احيانا بتبقى 24، طبعا في اوروبا في الشتاء 24 ده رقم رائع. اس ريجنت فينش، بتمطر قليل. تمام، هير بلايبن فير اين فوخه، هنقعد اسبوع. فير فونن ام هوتيل، احنا قاعدين في فندق. ماين التن، بابايا ومامتي. هابن اين دوبل تسيمر، خدوا غرفه دبل. اوند ايش هاب اين سيل تسيمر، وانا خدت غرفه سنجل. اليس ايست، كل حاجه هنا هال بنسيون، هاف بورد بس. داس بيدويتت، ده معناه فيا بيكومن فوشتوك اوند ابند اسن، ده معناه ان احنا ناخد فطار وعشاء. داس ايست مش تويا، وده مش غالي. داس دوبل تسيمر كوستت كذا 80 يورو. Und das Einzelzimmer kostet 30 Euro. بعد كده gestern haben wir امبارح alle Sehenswürdigkeiten، كلمات الدرس، معالم سياحية in München besichtigt، زرنا معالم سياحية في München. Wir sind auch auf den Turm البرج gestiegen، صعدنا إلى البرج. تمام، دي كارت التذاكر hat 3 Euro gekostet، كان ثمنها 3 يورو. Es gibt Ermäßigung، كان في تخفيض für Schüler، للطلبة. Und die Kinder، وللأطفال. Morgen، بكرة، besuchen wir das Museum und machen einen Ausflug، وهنعمل خروجة، هنخرج يعني. Übermorgen، بعد بكرة، wollen wir eine Stadtrundfahrt، هنعمل جولة in München. وبعد كده بيقول in München trifft man viele Touristen، في München تقابل سياح كتير. Schreib mir، اكتبي لي، wie ist das Wetter bei euch، أخبار الطقس عندكم في اسكندرية إيه؟ وفي الاخر هتلاقي في الغوص تينا، يبقى اللي كاتبه تينا وكاتبه البنت اسمها سامي. داس هوتيل بيتت، الفندق ده بيقدم ايه فور كيندا؟ الجمله دي انا عدلتها بعد كده في امتحان الناس اللي امتحنت، وبعد كده انا عدلتها غيرت دي خليتها دير تورم. تمام، فلو حد كان غلطان في الاجابه اللي انا هقولها يبقى كده هو ليه درجه. هي مفروض الفندق ما قدمش حاجه للطلبه للاطفال، هو مفروض البرج هو اللي كان مقدم تخفيض للأطفال. إرميسيجونج. تمام، بعد كده داس فيتا يتست، الطقس دلوقتي في ميونشن إيست إيه؟ الطقس في ميونشن دلوقتي ممن ولا قوي ولا شون؟ هو الطقس رائع. تمام، اللي بعدها إم هوتيل جبت أس، في الفندق في إيه؟ نور فقط دوبل تسيمر، غرف دبل بس، ولا أين تسيمر، أين سيل تسيمر، غرف سنجل بس، ولا هال بنسيون، عندهم نصف اقامه، ولا فول بنسيون؟ طبعا هي هال بنسيون، قال لك احنا عندنا هال بنسيون بس.
بعد كده in München kann man vieles besuchen, الواحد يقدر يزور حاجات كتير, ولا gibt es keinen Turm, ما فيش برج, ولا kann man nicht spazieren gehen, الواحد ما يقدرش يتنزه, ولا findet man keine Hotels, ما تلاقيش هوتيلات. طبعا الإجابة A. Wer who lebt in Alexandria, مين اللي عايش في Alexandria, تينا ولا تينا's family ولا سامية؟ طبعا هي سامية اللي ببعت لها الإيميل والدليل على كده نهلتها في الآخر أخبار الطقس عندكم في اسكندرية إيه. Der Text spricht über, التكست ده بيتكلم عن إيه؟ Stadt Alexandria, مدينة اسكندرية, ولا Stadt München, مدينة München, ولا الأورلاوب von سامية, أجازة سامية, ولا الفيتر في دويتشلاند؟ لا, الهاوبتيما الموضوع الرئيسي كان مدينة München, الطقس ده كان جواها, يبقى الإجابة هتبقى B. نيجي للمواقف. بيقول دو موشتست اينن ترمين فر اين بارن, عايز تتفق على معاد فر اين بارن, يبقى الإجابة هابن زي ام مونتاج اينن ترمين فر اين, ألاقي عندك معاد فاضي. طيب داين بغودا زكت, صاحبك بيقول إيش مشت أو أخوك إيش مشت فيت بلايبن, أنا عايز أحافظ على لياقتي, فاس زول إيش ماخن, وات شود اي دو, فاس كانس دو إيم امفيلن, ها تقدر تنصحه بإيه, توصيه بإيه, هتقول له دو زولست فينش شلافن, نام قليل, ولا دو زولست جيزوند اسم, كل اكل صحي, اند اوفت سبازيرين جين, ودايما تنزه, ولا دو زولست كاينن سبورت, ما تمارسش رياضه, ولا دو زولست فيل كافيه, اشرب قهوه. طبعا الاجابه بي. نيم داس هير, خد هذا, داس هيلفت جيجن دي شمارسن, وده هيساعدك ضد الالام, يبقى داين فغاين فراك ديش, صاحبك كان بيسالك عن ايه, بيسالك عن الصحه ولا السبب ولا الأورت المكان ولا الميديكامنتن الأدوية, بيسألك على دواء فأنت قلت له خد هذا هيساعدك ضد الآلام. دو بيجينست أين إيميل, بتبتدي إيميل لشركة سامسونج, تمام. طيب إيه بداية الإيميل ده كده لشركة, يبقى ده إيميل فورمال, يبقى الإجابة زيرج إير تضامن أندهارن, السيدات والسادة المحترمين. أما دي بتتقال إمتى؟ لا دي بتتقال في نهاية الإيميل. طيب دو براوست, أنت محتاج أين سيمر فرديش ألاين, محتاج غرفة ليك لوحدك, يبقى أين سينت سيمر بيتر, غرفة سينجل من فضلك. 18 بيتا أو ماينفوس, آه قدمي, زفين راح يقول له أو داين فوس زيت ياشليم أوس, قدمك تبدو بحالة سيئة. توت إيا زي في, هل تؤلمك, راح بيتا يقول له يا أوند في إيش هاب شتارك شمارتسن, آه أنا عندي ألم شديدة. فاس فريش تيست من دارينتا, يعني تفهم من ده إيه. زفين فوس تود في, ان زفين هو اللي رجله بتوجعه, لا ده زفين ده صاحبه اللي بيقول له قدمك. ولا بيتر هتشترك فوس شمارتسن, ولا بيتر عنده الام شديده, ولا بيتر هات كاين شمارتسن ما عندوش الام, ولا بيتر فوس زيت جوت اوس, طبعا الاجابه هي بي. دو غوفست ان اينر براكسس ان, اتصلت بعياده. دو موست هايت درينكت, ضروري سوم ارتس جين, عايز تروح للطبيب ضروري النهارده. فاس زاجس دو في الموقف ده ان ديزر زيتو اكسيون, ايش مشت دنت يمين فرشيبن, عايز اجله, ولا هويت كان ايش لايدر نيشت كومن, النهارده مش هقدر اجي, ولا ايش مشت هويت فور باي كومن اس ايست درينكت, طبعا اجابه انا عايز اعدي عليك ده حاجه ضروريه. 20 دو تريفست داينن فرويند اوف دير شتراس, انت قابلت صاحبك في الشارع. دو هاست ان زايت لانج لانجم نيشت جيزين, مش مشكله, معناها بقالك كتير ما شفتوش. فراج إين, اسأله عن البيفيندن, عن حالته الصحية, يبقى في جيتس دي, يبقى هو بيلعب على كلمة بيفيندن بس, تمام. بلايب تو هاوز ستي ات هوم, اقعد في البيت, يبقى دو جيبست, اه انت بتدي ايه, بدي ادفايس, بدي نصيحة, يبقى الإجابة اينن تيب, تمام. طبعا ريشتون يعني وجهة اللي مذاكر المواقف كويس, ودي معناها إلزام, يبقى لازم فعل ماست لو فعل مسن. أوما جدتي كان jetzt nicht gut hören, جدتي مش قادره تسمع, يبقى ايه الالم اللي عندها او ايه الجزء اللي يؤلمها, هي ihr Ohren. دكتور كلاوس, ونقطتين يعني بكلمه, guten tag max, تمام, اهو سوري هو اللي بيتكلم انا اسف, guten tag max was ist los, خير, تمام. ماكس راح يقول له ich habe mich beim sport, طبعا الاس هنا المفروض تبقى groß, تمام, verletzt, اه هنا كلمه جديده, كلمه verletzt يعني اتجرحت, اتعورت, يبقى ايش هاب ميش باي مشبورت فيرلتست, يعني انا اتعورت في رجلي اثناء الرياضه. كلاوس الدكتور قال له لاس مال زين, لاس يعني اتركني اشوف, يعني خليني اشوف كده. دافوس ايست يا ريشتش ديك, اه رجلك متورمه فعلا.
Das ist aber nicht so schlimm. Das ist nämlich eine Sache, die man nicht. Du sollst nur zwei oder drei Tage im Bett liegen. Er sagt, dass du nur drei Tage im Bett liegen sollst. Was bedeutet das? Das ist ein وهنا كان في اختلاف وفي بنوته جميله واحده من الناس اللي بعتت لي فانا بشرحها لها تمام وكانت بتناقشني فيها قلت لها معلش انا هرجع للجمله تاني وابص عليها كويس ده معناه ان ماكس زول كاينن سبورت مير ماخن يعني المفروض ان ماكس ما يمارسش رياضه تمام طبعا في اليومين ثلاثه دول ده معناه ان ماكس ما يمارسش رياضه كلمه مير دي معناها مور بس مش على طول يعني تمام ولا دكتور كلاوس فوس قدم دكتور كلاوس هي اللي تؤلمه طبعا ماكس فوس قدمه جبروخن اتكسرت لا هي فيرلتست تمام يبقى عندنا كلمتين جبروخن يعني مكسوره قريبه من الانجليزي شويه ودي معناها مجروحه ولا ماكس موس اين بار تاج روهن هي دي بقى المشكله تمام روهن يعني هادئ هادئ نفسي مش باوز مخن مش اخد بريك تمام التانية روها يعني فيها هدوء كده نفسي يعني انت مفروض تقعد مع نفسك كده هادئ تمام ده لما الواحد عنده يعني ديبريشن عنده استرس فاهم حد عنده ضغوطات نفسية اقول له لا انت محتاج تهدى كده شوية على نفسك يعني وتقعد هادئ بقى ما تفكرش والكلام ده كله لكن هنا هو بيقول له هترقد في السرير يومين ثلاثة ده مش الهدوء النفسي دي الراحة بتاع راحة جسدية فهي الإجابة أول واحدة ده معناه إن ماكس مش هيقدر أو لا ينبغي عليه ممارسة الرياضة تمام؟ 24 يا رب أكون أقنعتك يعني 24 داين فويند هات شلاف شتيرونج عنده مشاكل في النوم صاحبك عنده مشاكل في النوم هقول له ترينك دوخ نيشت فيل كافيه تشربش قهوة كتير ولا اشرب قهوة ولا ترينك دوخ كاين فاسل ما تشربش مية ولا ماخ كاين نشبورت ما تمارسش الرياضة طبعا الإجابة أول واحدة بدون مشاكل هنا حاجة كوميدية قوي الناس ناقشتني برضو فيها بتقول لي طب هو ده ممكن يبقى الجو وممكن يبقى واحد ده عنده حمى بذمتك يعني قبل ما اقرا الجمله بذمتك في نشره جويه بتقول لك درجه الحراره النهارده 38.5 يعني انت سمعتها قبل كده على فكره يا جماعه اسكندريه النهارده درجه حراره 12.5 فين دي يعني فين درجه حراره في اي دوله في العالم اللي بيحطوا فيها نص وربع وتلت والكلام ده كله تمام يا جماعه 38.5 دي اكيد درجه حراره الجسم الجملة بقى بتقول داين فوين زاكت مير أنا مير يعني أنا إست هويت هايس النهاردة أنا سخن تمام لكن لو كان الجو حر كان هيقول لك هويت كان هيقول كده هويت إست إس هايس النهاردة الجو حر تمام لكن مير يعني أنا هناخدها قدام في الجرام بس أنا لعبت على دي النهاردة درجة حرارة 38.5 تمام إزاي 38.5 النهاردة درجة حرارة إزاي يعني يبقى كده ده معناه ان اير هات فيبر ان هو عنده حمى تمام ايش مشت دينتر مين فون دينستاج او فرايتاج فرشيبن عايز اجل الميعاد من الى ده معناه دو مشت دينتر مين ترمين ابزاجن عايز تكنسله ولا دو مشت اين ترمين اينن ترمين تمام ام دينستاج هابن عايز يبقى عندك ميعاد يوم الثلاث انت عايز تاجله من ده للجمعه ولا دو مشت اين ترمين فور اين بار عايز تحدد ميعاد ولا دو مش تستاينت اينن ترمين الحكايه تمام اندرن عايز تعدل الميعاد هي طبعا دي الاجابه تمام نيجي للجرامر ماين ار هات جز سوري ماين ارت هات جزكت وش جزكت زون مفيش نقاش تاج هير طارق ايس داس بكلم مستر طارق بكلمه باحترام يبقى الاجابه اير والاجابه قال لي ماين تمام ايش كان نيش جوت لاوفن انا مش قادر اجري كويس يبقى ايه اللي يؤلمني بس خلي بالك هنا فيها تركه مكتوب ماين طب انت ممكن قدمك وممكن ساقك قدم او ساق هما اللي ممكن يؤلموني بس كلمه فوس جمع ومكتوب زين وكلمه باين اصلا ما ينفعش اقول لها لان مش آلتها دي فما ينفعش اقول ماين يبقى الاجابه فوس قدمي تمام الجمله اللي بعدها هيرلكس نقط اوفت اركلتت دي التركه الثانيه اللي كانت في الامتحان اركلتت الناس الجميله اللي مذاكره دي مش ده مش الناون ده مش نازل البرد ده مزكم تمام يبقى مستر ليكس مزكم عيان مرهق محبط تمام يبقى صفه يبقى لازم اقول ايست يبقى الاجابه ايست وطبعا النص الثاني بتاع اوس هو زيت فالناس راحت على دي هات وزيت على اساس ان اركلتت معناها زكام او دور برد لا لو كانت ناون كان قال اركلتم اهي لو قال اركلتم يعني
دور البرد نفسه تمام او الزكام نفسه كان الهط. ارجع للملزمه تاني في صفحه 16 تمام، هتلاقي موجود عندك اركلتت بيجي معاها فعل زاين او الاشبين اركلتت تمام. اركلتم اللي هي الجدول بتاع الامراض، اقول انا عندي اركلتم عندي زكام. ماين زون هات فيبر، ابني عنده حمى، يبقى زين اوجن، يبقى عينيه ايه؟ اه عينيه جمع يبقى تون تمام. مونيكا كان هويت نيشت كومن، مونيكا مش هتقدر تيجي عشان عينيها متورمه. عينيها هتقول لي ايه ده؟ انا المفروض ادور على دي، عايز انا اشوف دي، عايز اشوف ايس مون عشان اقول هي. الاي هنا مكتوبه كابيتال ازاي؟ قال لي طب ما الام مكتوبه جروس، طب ما الاس مكتوبه جروس، طب ما الاي مكتوبه جروس، دي بدايه جمله في دوت فكلهم لازم يكتبوا جروس، يبقى دي مش بتاعت حضرتك دي بتاعت هي تمام. عينيها هي، اختار بديل. طيب هو في بديل تاني؟ ها يعني هقول عينيا انا توجعني عشان هي كده، عشان كده هي مش جايه، ولا عينيه ولا عينيه ولا اير، يعني اختار حاجه غلط عشان اقنع نفسي ان انا صح. نقط سيما داس سيمر الاين اوف تمام. الاين يعني الون، ودي جمله امر، ده الامر من دو، واحنا اتفقنا الامر من دو بنشيل دو ونشيل اس تي صح تمام. يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. طب يبقى هي دي؟ هتقولي بس الفعل اخره ايه؟ طب ما احنا اتفقنا ان الامر من دو، ممكن اشيل دو وممكن اشيل اس تي، وبعد ما اشيل دو اشيل اس تي ممكن احط اي اللي هي الاي يعني تخفيف للنطق. يبقى الامر من دو بعد ما تشيل دو وتشيل اس تي ممكن تلاقي الفعل اخره ايه، ممكن تلاقي الفعل اخره ايه تمام. طبعا ده تخفيف للنطق، ما ينفعش اجيب لي الاثنين بقى رايم ولا غايم، ما ينفعش. اللي بعدها هالو فو جبت اس في اخر حصه لينا، اكدت قلت لكم ان جبت اس يوجد، ده بيعمل اكوزاتيف من غير تفكير، فاركارتن اوتومات اداه الداع، يبقى الاجابه ايمن وانا مغمض تمام. بيتر ايش براوخ ميديسين، انا محتاج دواء ضد جيجن. كيندا مخت بيتر، اه ده انا بكلم الاطفال وبقول لهم مخت يعني انتم والامر من انتم ومش عايز تختار اير تمام، يبقى اعملوا واجباتكم الاول. فاس شبيلت نقط ترودر، طيب هنا الاربع اختيارات انا مش عارف هو بيتكلم على مين. لو قلت فاس شبيلت دايم برودر ينفع، طيب لو قلت ماذا يلعب اخوك هقول ماين هوبي طبعا لا، طيب لو قلت داينن قال لا برودر اصلا هنا نوميناتيف، طيب هقول داين لا لان بالاي، ولا هقول داين ايوه برودر اداته دير ونوميناتيف، ماذا يلعب اخوك، اخويا هو اللي بيلعب هو السبجكت، يبقى داين وزاين، يبقى ماذا يلعب اخوك تمام هويته كذا تمام. 38 بيتر وهنا بعد الاختيارات على طول مكتوب ايغ ادريسر والاي مكتوبه جوس تمام، دي اداه الملكيه بتاعت مين؟ الاي جوز دي بتاعت حضرتك، يبقى ده الامر من حضرتك، يبقى الاجابه شرايبن زي، من فضل حضرتك اكتب عنوان حضرتك هنا. 39 ماين كيند ايست نيشت فيل، ابني ما بياكلش كتير. ايش جي هايت تسوم ارتست، انا رايح للطبيب لاني في احتياج لايه راتش لاج، راتش لاج نصيحه واداتها داع، وهنا انا اللي محتاج يبقى نصيحه اوبجكت، يبقى الاجابه ماينن، انا محتاج انا اسف زينن انا اسف انا محتاج نصيحته، يبقى انا محتاج نصيحته هي اكوزاتيف مبدئيا واداه الملكيه مناسبه تبقى زينن. اخر جمله بيقول له او ايش لايدر، انا لا نقط هات زينن اوز فايس ان دير بنك فيرجسون، مين نسي البطاقه بتاعته او اه مين نسي البطاقه بتاعته في البنك، يبقى انا عايز اقول انا اللي نسيت، يبقى أنا الفاعل، يبقى أنا بسأل بفير مين اللي نسي، أنا اللي نسيت يبقى أنا السبجكت تمام. امتحان مقبول، لغة محتاج إن أنت تكون بتترجم، محتاج إن أنت تكون فاهم جرامر مباشر، جرامر سهل بس أنت تترجم الجملة بس تمام. يلا أشوفكم بإذن الله في الحصة الجديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.